السيشنز المرة دي بتهدف إلى إن إحنا بنربط الأكاديمية بالإندستري، ودي من الموضوعات المهمة جدا. وزي ما شفنا من بداية السيشنز مع الدكاترة المختلفين أهمية الموضوع ده وإيه المميزات بتاعته وليه بقى ضروري إن إحنا نبدأ إن إحنا نشتغل فيه، ومش بس كده ايه التشالنجز اللي ممكن ان هي تقابلنا في الموضوع ده، وشفناها كمان مش في مجال واحد، لا احنا شفنا في مجالات مختلفة حسب الأساتذة اللي احنا استضفناهم. اعرفكم بنفسي الاول، انا سارة أسامة، مدرس في كلية العلوم قسم علوم البحار جامعة اسكندرية وعضو مركز الابتكارات التربوية بالجامعة. ويشرفنا النهاردة استضافة دكتورة سحر مرسي، هي مش استضافة قوي لأن هي استضافة في بيتها، دكتور سحر مرسي أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات جامعة اسكندرية والمدير التنفيذي للمركز الابتكارات التربوية في الكلية. وطبعا أنا كان ليا الشرف أصلا من زمان جدا إن أنا أشتغل مع دكتور سحر في حاجات كتير جدا من خلال الوحدة نفسها ومن خلال المؤتمرات وورش العمل والتدريب بمركز الابتكارات. مش بس كده، احنا يعني مش بس اشتغلنا في جامعة اسكندرية بس، لا احنا كمان كان لينا يعني الحظ ان احنا نكون نسافر مع بعض أسوان ونقضي أيام حلوة جدا في التدريبات اللي احنا عملناها في المحافظات المختلفة. فأنا سعيدة جدا ان احنا النهاردة معانا دكتور سحر مرسي، وسعيدة أكتر لأن دكتور سحر مرسي النهاردة هتاخد الموضوع من شكل مختلف خالص، واللي أنا شايفاه إن هو مهم جدا لأن أنا بحب التطبيق. يعني إحنا بنشوف حاجات كتير وقد إيه هي مهمة وبس مش بنعرف، يعني خلاص أنا عرفت أهمية الحاجة، طب أنا هطبقها إزاي؟ فالجميل في السيشن بتاعت النهاردة إن دكتور سحر مرسي هتعرفنا بقى، إحنا خلاص عرفنا أهمية الموضوع، هي هتعرفنا إزاي باستخدام التكنولوجي إن إحنا نربط الأكاديمية بالإندستري. وطبعا في الأول وفي الآخر بنشكر دكتور غادة الخياط لأن هي اللي دايما بتبقى مجمعانا مع الناس المتميزة جدا والموضوعات المهمة جدا، و يعني بجد بجد بنتعلم كتير كل يوم منها. دكتور سحر، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا دكتورة سارة، وأنا بشكر حضرتك طبعا على المقدمة الرائعة دي. ويعني دكتورة سارة هي قبل ما تكون زميلة هي طبعا صديقة، وزي ما قالت احنا فعلا اشتركنا مع بعض في أكتر من تدريب، وأنا بسعد دايما بالمشاركة معاها في التدريبات. وأتمنى إن شاء الله النهاردة أن يكون يعني سيشن مختلفة أو تعدد أو تزود من المعلومات اللي اتكلمنا فيها خلال أو اللي السلسلة كلها كانت بتتكلم فيها خلال الشهر. أنا هحاول بس أعمل شير للسكرين. طبعا أنا سعيدة جدا إن أنا مع حضراتكم النهاردة، والحقيقة يعني لما وأنا بكتب كده البيانات وبقول إن الموسم الخامس، حسيت إن فات 5 سنين. يعني 5 سنين يمكن شرفت من إن أنا أكون من البدايات في السلسلة دي من أول ما بدأت. ف5 سنين ده مدة مش قليلة، مدة مش قليلة نتيجة مجهود كبير أكيد كان بيتبذل إن السلسلة دي تفضل تستمر لمدة 5 سنين بنفس القوة وبنفس الموضوعات اللي دايما شيقة، وبتكون دايما يعني اون ذا تراك مع كل اللي بيحصل في الصناعة أو المجال الأكاديمي تحديدا كإحنا معنيين بيه، والمشكلات والموضوعات اللي بيبدأ إن إحنا نتكلم فيها. وده أكيد نتيجة جهد من المركز وأعضائه وعلى رأسهم طبعا دكتورة غادة الخياط، اللي أنا بشكرها جدا على كريم دعوتها ليا في السيشن بتاعت النهاردة، لأن أكيد استمرارية السلسلة دي بالشكل ده لمدة 5 سنين أكيد ده نتيجة جهد كبير جدا في الكواليس بيتم، وطبعا كل أعضاء المركز بيشاركوا فيه، وطبعا دكتورة غادة ليها طبعا الفضل الكبير في إن هي دايما كده بتدينا المبادرات الجيدة والجميلة، والفعلا بتكون أكتر من رائعة بنتقابل فيها وبنسمع آراء
وبنسمع موضوعات جديدة وبنسمع أكتر من رأي. فأتمنى إن شاء الله إن النهاردة يكون السيشن إضافة، وتكون يعني وإحنا بنختم السيزون تكون قدمت ولو معلومة بسيطة تساعدنا في الجانب الأكاديمي بتاعنا والشغل بتاعنا إن شاء الله. الأجندة بتاعت الوركشوب بتاعت النهاردة إن شاء الله هنتكلم على البريدجينج بتاعت الجاب، وإيه هي أهمية إن إحنا نكولابوريت التعاون أو نبقى فيه تعاون ما بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، وإيه هو الرول بتاع التكنولوجي في إن هو يسرع ويسهل عملية التعاون ده، وكمان هنستعرض بعض من التكنولوجيات اللي هي ريليتد لينا كشغلنا وكمان هتساعدنا في عملية التعاون، زي منها الليرنينج مانجمنت سيستم اللي أكيد كلنا سمعنا عنها وعارفينها واستخدمنا كتير منها، كمان الورك سبيسز اللي هي ممكن تساعدنا في ان احنا نعمل بروجكتس معينه ازاي نشتغل عليها مع الصناعه او حتى الطلاب بتوعنا معاهم او الطلاب بتوعنا مع الشركات والمجال الصناعي. كمان هنشوف بعض من الكيس ستاديز اللي هي فعلا حققت تعاون ناجح بقى ليه تاثير ملموس في المجتمع ما بين الصناعه وما بين الاكاديمي. إزاي هنشجع الطلاب بتوعنا، لأن الطلبة هم المنتج بتاعنا، فإحنا دايماً بنشجع طلابنا إن هم يشاركوا معانا لما هنشتغل إحنا والصناعة، لازم يكون ليهم دور كبير جداً إن لم يكونوا هم في أوائل الصفوف اللي هتشارك. الجزء الثاني من الوركشوب ده هيبقى الجزء الأول، الجزء الثاني إن شاء الله هنستخدم فيه تول هتساعدنا في إن احنا نعمل البروجكت أو تدينا بعض من التمبلتس اللي ممكن تساعدنا لو أنا شغال في بروجكت تسهل عليا الإدارة بتاعة البروجكت نفسها، وتسهل عليا إزاي إن أنا أطبق وأتواصل مع الأعضاء اللي أنا هشتغل معاهم، وهي مايكروسوفت لوب، ودي إحدى الورك سبيسز اللي بتستخدم خصيصا للبروجكتس. اول حاجه هنبدا فيها ان شاء الله هو ان احنا ازاي هنبني الجسر او الطريق اللي هيوصل الجزيره المنعزله اللي شغاله فيها الاكاديميا والجزيره المنعزله اللي شغاله فيها الصناعه لفتره طويله. طبعا الصناعه والقطاع الصناعي والقطاع الاكاديمي في من فترة طويلة كان كل قطاع ليه أهدافه وليه المنتج اللي هو بيطلعه، سواء كان طالب أو لو المجال الصناعي البرودكت اللي هو شغال عليه أو الشركة التارجت اللي شغال عليه، وكل حد أو كل قطاع فيهم شغال على الأهداف بتاعته وإزاي إن هو بيحقق الأهداف دي. مهم جدا إن يكون في طرق توصل لعملية التعاون ده ما بين القطاعين علشان خاطر يكون ليهم البحث العلمي في المجال الأكاديمي ليكون ليه مردوده الحقيقي والواقعي في الصناعة. التعاون ده مهم جدا لان هو البحث او المجال الاكاديمي دايما بيكون مهتم بالابحاث المتطوره، والجامعه دايما بتبحث عن المعرفه واحدث ما توصل اليه العلم زي ما احنا ما بنقول، وايه هي احدث الابحاث العلميه اللي وصلنا ليها في كل في تخصصه. على الجانب الثاني الصناعه، الصناعه دايما بتسعى ان هي توجد حلول لمشاكل عندها موجودة واقعية، عايزة حل تطبيقي يساعدها في حل المشكلة اللي هي بتعاني منها، ويشوف إيه هي متطلبات السوق ويكون ماشي وفق متطلبات السوق. الجمع بين القوتين دول هيساعدنا في ان احنا نحول الابحاث اللي عندنا اللي في كل التخصصات، كم كبير جدا من الابحاث بتاعه الماجستير والدكتوراه والابحاث العلميه اللي احنا كاعضاء التدريس بنعملها، وحتى لما بنطلب شغل من الطلاب بتوعنا بنطلع بأفكار كويسة جدا، ولكن الأفكار دي بتفضل مركونة على الرف زي ما بنقول طول ما هي ما وصلتش للنور. النور هو المجال الصناعي، هو اللي هيخلي الفكرة أو الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها أو البحث اللي أنا عملته ليه مردود فعلا على المجتمع وليه منتج أنا بقدر ألمسه واستفيد منه.
الحقيقة إن التعاون ده هيكون له جزء مهم جدا في البروموت الريسيرش والإنوفيشن، البحث، التعاون بين الجامعة والصناعة هينتج عنه أبحاث تطبيقية، مش بس أبحاث نظرية أو فكرة أنا بتكلم فيها، أو حتى لو حاجة قابلة للتطبيق ما تمش تطبيقها. لا بالعكس، لما هنتعاون مع الصناعة هيبقى في أبحاث تطبيقية ليها عائد اقتصادي، في منتج هيتطور او في تقنية جديدة هتتعمل بالفعل هتلبي السوق، احتياجات السوق، وهتلبي احتياجات الصناعة. كمان تطوير المقررات او المناهج الدراسية، لما بنيجي نطور المناهج او المقررات الدراسية في الكليات بتاعتنا لازم بندرس سوق العمل، ده مش بيتم خالص في معزل عن سوق العمل، لا ده انا بروح استطلع رأي سوق العمل واشوف ايه رأيهم في الخريج بتاعي، واقعد مع المستفيدين واشوف ايه نقاط القوة والضعف اللي في الخريج بتاعي، وبناء عليها ببدأ اطور واعدل في البرامج والمقررات بتاعتي. طب لو في تعاون اوريدي ما بيني وما بين الصناعة هيأثر عليا الطريق وهيخلي وصولي للتطوير والتحديث ده هيتم ابديتد بشكل اوتوماتيكلي، لان احنا اوريدي شغالين مع بعض في نفس البيئة، فبالتالي التعديل ده هيتم بشكل افضل وهيبقى بشكل اسرع، واكيد هيبقى ليه مردود ايجابي جدا على الخريج بتاعي، وهيبقى ليه فرصة افضل في التوظيف لما يطلع لسوق العمل. النوليدج شيرنج والريسورس شيرنج، احنا طبعا عارفين ان الجامعة فيها كم كبير من المعلومات والموارد، وهي تقدر تزود الصناعة بوجهات النظر الجديدة واحدث الاساليب واحدث المعارف والابتكارات لحل المشكلات. طيب الصناعة مهتمة ان هي يكون عندها معلومة حقيقية عن طبيعة السوق، هي عندها اوريدي ده، عندها خبرة تطبيقية، عندها تمويل هيساعدني في ان انا اطبق الفكرة بتاعتي او الحاجة اللي انا توصلت لها احدث ما توصلت اليه من خلال ان انا هطبقه. انا محتاج فلوس، انا محتاج معمل، انا محتاج شركة، انا محتاج ماتيريال اشتغل بيها، فلما الصناعة هتحس باهمية ده فاكيد هتدعمه وهتموله، وده هيبقى فيه انتاجية اكتر لكلا القطاعين. الحاجة الرابعة والأخيرة اللي احنا كلنا دايما بنسعى ليها ان احنا يكون لينا ميزة تنافسية. الكلية دايما بتسعى ان هي يكون ليها ميزة تنافسية وسط الكليات اللي في الجامعات الأخرى اللي بنفس المسمى. وكذلك صاحب الشركة أو صاحب المصنع هو بيسعى ان يكون ليه ميزة تنافسية وسط الشركات أو المصانع اللي بتنافسه على المنتج بتاعه. لما هيتم التعاون ما بين الصناعة وما بين الجامعة بكل الطرق المختلفة اللي احنا ممكن نتعاون بيها في تخصصاتنا، ده هيخلي الميزة التنافسية لينا وللصناعة أكتر، وفي نفس الوقت هيقوي من المنتج بتاعي، وهيخليني أقدر مش بس أنافس على المستوى المحلي، لا ده أنا كمان هنافس على المستوى الانترناشنال والمستوى العالمي. طيب الرول بتاع التكنولوجيا في عملية الكولابوريشن ده هيكون ايه؟ طبعا هي التكنولوجيا هنا هي طريق بيسرع او بيحاول ان هو يقرب القطاعين، الجزيرتين اللي احنا اتكلمنا عليهم من بعض، ويحاول ان هو يوصل الجزيرتين دول ببعض ويسهل لهم الطريق. ده من خلال المنصات اللي احنا ممكن نستخدمها او الادوات الرقمية اللي هي هتحول لي التفاعل او التعاون ده يتم بشكل اسرع وافضل، وتوفر لي بيئة اكتر تعاون وتساعدني على ان انا اكسر الحاجز ما بين التكنولوجيا وما بين الصناعة. وطبعا مع الثورة الصناعية الرابعة اللي بدأت تتقدم بشكل كبير جدا، واهتمام وتبني الصناعات للـ AI والرقمنة، ده خلى ان احنا كمان في الجانب الاكاديمي كناس بقى معنيين بالقطاع الاكاديمي، ويمكن انا النهاردة بقول احنا كمان جانب اكاديمي كدورنا كاكاديميين، ان انا ابتداء من الطالب عندي ده وهو بيدرس هو لازم يكون ملم جدا بالادوات التكنولوجيه اللي هو ممكن يستخدمها في ان هو يدور على المعلومه او يتلقى مني المعلومه. في نفس الوقت في تخصصه لازم يكون على درايه وانا اعلمه بده، واحاول ان انا اضمن ده في الكورسات اللي انا بدرسها احدث او الحاجات التكنولوجيه اللي هو ممكن يستخدمها، عشان لما يطلع لي سوق العمل زي ما بنقول ما يبقاش متفاجئ بحاجات هو ما شافهاش قبل كده، لا انا هبدأ امرنه على ده وهعلمه ده علشان هو لما هيطلع هيقدر ان هو ينفولف في الطريق او في سوق العمل بشكل اسهل واسرع.
الرول ده او التكنولوجيا هتساعدني في ان هي توفر لي اونلاين كولابوريشن بلاتفورمز، وجود بلاتفورم انا ممكن اقابل فيها رجال الصناعه ليهم رول معين ومحدد بشكل منظم وبشكل مؤسسي، ده هيساعدني في عملية التعاون، وفي نفس الوقت هيساعدني ان انا اجيب الصناعة عندي في بيتي اللي هو في الكلية او في المدرج او يعني المدرج الفيرتشوال طبعا، او في المكان اللي انا بدرس فيه. في نفس الوقت وجود تولز او ابس هتساعدني ان احنا نعمل بروجكت او ان احنا نشتغل على سبيس مثلا نشتغل فيها، او دوكمنت معين نقدر ان احنا نشتغل فيه مع بعض، ده برضو من الحاجات اللي هي هتساعد وتسهل وعملية التعاون. الداتا شيرنج والمانجمنت، لما يكون عندي كلاود بيزد على داتا كبيره جدا بيقدر يعمل اناليسز للبلاتفورمز ويقدر يديني بيانات حقيقيه اقدر ان انا اعمل لها شيرنج مع القطاع الصناعي ونشتغل فيها مع بعض بشكل امن وفعال، ده هيخلي التعاون ده يتم بشكل احسن وافضل. كمان الابحاث ووجود بيئه فيرتشوال للابحاث، يعني احنا ممكن نشتغل، انا ممكن كباحث اشتغل مع شركة من الشركات، بس الشركة دي مش موجودة هنا، الشركة دي موجودة في دولة أوروبية او في اي دولة ما. وجود بيئة نتقابل فيها وتكون مساعدة لان احنا نقدر نتناول المعرفة والمعلومات ونقدر فعلا نقيم مشاريع، ده مهم جدا لتسهيل عملية التعاون. طبعا الـ AI والماشين ليرنينج واستخداماتهم اللي بقت بشكل كبير جدا في كل القطاعات بتساعدنا في عملية تحليل البيانات اللي هتساعد في عملية أكيد البحث والابتكار مع القطاع الصناعي. الرول بتاع التكنولوجيا ده أكيد هيبقى ليه فايدة على كلا القطاعات. لو أنا هتكلم على المجال الأكاديمي، أكيد الأكاديمية هتستفيد من الموارد بتاعة الصناعة، البيانات اللي هتوفرها لي، التحديات اللي فعلا محتاجة إن هي نوجد لها حلول اللي بتقابل رجال الصناعة ومحتاجة مننا تعاون ووجود حلول وبحث أكاديمي يكون ليه تأثير فعلا واقعي. كمان هيعود عليا بان انا هيتوفر لي فرص التمويل اللي انا اقدر اشتغل بيها واقدر ان انا اطلع منتج صحيح يقدر ان هو يفيد المجتمع، وفي نفس الوقت كمان هتساعدني ان انا اشتغل على احتياجات الصناعة. يعني انا بطلع خريج ككلية او جامعة في كل المجالات والتخصصات، بس انا مش مهمتي بس ان انا اطلع خريج، اعتقد يعني انا بيت خبره اعتبر في كل في تخصصاته، كل اعضاء هيئه التدريس والاساتذه في اقسامهم وفي تخصصاتهم هما يعتبروا بيوت خبره. طب بيت الخبره ده لو هو عنده المعلومات اللي يقدر يفيد بيها رجال الصناعه، ليه ما عملش تدريب لمجموعه من العاملين في شركه ما؟ اكيد هم ممكن يكونوا محتاجين ده. طب ده هيتم ازاي؟ هيتم لما يكون في تعاون ما بيننا وما بينهم، لما اعرف ايه هي احتياجاتهم وانا اقدر اساعدهم ازاي. طيب الطالب بتاعي هو كمان محتاج يتدرب عنده ويشتغل شغل براكتيكال، فانا برضو لما هيبقى في تعاون ده هيخلي الطالب بتاعي يروح عنده الشركة او يروح عنده المصنع ويبدأ ان هو يتدرب ويمارس بايديه كل حاجة انا بتكلم عليها في الشق النظري، فأكيد ده هيبقى ليه عائد عندي في المجال الأكاديمي. كمان المجال الصناعي هيستفيد من التعاون ده إن هو هيتعرف على أحدث الأبحاث وأحدث التكنولوجيات اللي بتتكلم عليها العالم كله والبحث العلمي، ومش بس هيتعرف عليها من خلالي كمجال أكاديمي، لا ده هو أنا وهو هنعرف إزاي نوظف ده في الجانب التطبيقي ونعرف إن إحنا نستفيد منه بشكل تطبيقي. كمان المجال الصناعي هيقدر ان هو يكاتش المواهب من الطلاب بتوعنا، الطلبة بتوعنا عندهم افكار اكتر من رائعة، ودايما بنتفاجأ بالافكار بتاعتهم اللي هم بينتجوها مع بعض. لما هبقى متعاونة مع الصناعة وبقابلهم بشكل مستمر حتى وانا بدرس، ده هيخليني هم يقدروا يوصلوا للمواهب دي بمنتهى السهولة ويقدروا ان هم يشتغلوا معاها، وهيبقوا دايما ابديتد بكل اللي بيحصل بشكل فعال لتغيرات السوق واللي بيتم فيه.
كل ده هيبقى أكيد ليه تأثير في الأول وفي الآخر على المجتمع ككل، والوسط الأكاديمي لما هيتعاون مع الوسط الصناعي ده هينتج عنه إن إحنا هنحاول نوجد حلول للتحديات اللي بنشوفها كلنا، سواء خاصة بقى في مجالات الرعاية الصحية أو الاستدامة أو التنمية الاقتصادية أو غيرها من المجالات، وده أكيد هيكون ليه تأثير على تحسين جودة الحياة في المجتمع ككل. لو جينا بصينا مع حضراتكم على السلايد دي هنلاقي ان هي موجود فيها عدد كبير جدا من الـ LMS، المنصات اللي هي نظم إدارة التعلم، والتولز او الاب اللي احنا ممكن نستخدمها. كل مجموعة من الادوات دي هي بتشتغل على حاجة معينة، بتخدم شكل معين من اشكال التعاون. مش مهم ان احنا نكون عارفين ازاي نستخدم كل الادوات دي، بس على الأقل يبقى معانا تول أو اتنين أو تلاتة بنقدر إن إحنا نستخدمهم علشان تسهل عملية التعاون وعملية الإنتاجية تكون أكثر أو أفضل بشكل يكون أسرع من الـ من من الـ من لو إحنا مثلا وفرنا المقابلات أو كده. أوقات ما بنبقاش يعني خلينا نقول إن أوقات ما ببقاش أنا محتاجة مثلا مدير شركة فلانية، مدير الشركة ده لا عنده الوقت ولا ممكن يكون موجود في البلد عشان يدخل يديني خبرة معينة للطلبة بتوعي. طب لو أنا عندي LMS أو عندي تول أقدر أقابله بيها، وده بيكون بشكل مؤسسي وبشكل موضوع ومحدد وعارفة إيه الهدف منه وكل الكلام ده، هل ده مش هيبقى ليه فايدة؟ لا أكيد ده هيبقى ليه فايدة كبيرة جدا على الكورس اللي أنا بدرسه وعلى الطلبة بتوعي. نفس الكلام الطلبة دلوقتي، احنا عشان العالم كله زي ما بنقول بقى قرية صغيرة، مش معنى ان انا عايز اشتغل في شركة مع ان انا عايز اشتغل مع شركة او اتعاون مع شركة لازم الشركة دي تكون جنب بيتي او في نفس المدينة او في نفس البلد. لا، احنا هنشوف مع بعض ان ممكن انا اشتغل مع شركات ما تكونش اساسا في نفس البلد، في بلد تانية خالص، الاعضاء او الفريق كله اللي بيشتغل كل واحد من بلد تانية، ولكن احنا بنشتغل على مع بعض في بيئة فيرتشوال بتقدر تجمعنا وبنقدر نستفيد كلنا منها. اكيد بدون التولز دي وبدون ان احنا نكون على دراية بيها يمكن التعاون ده يتأثر شوية او ما يتمش بالشكل اللي احنا بنرغبه. أول حاجة هنتكلم عليها اللي هي Learning Management System، وطبعاً إحنا كقطاع أكاديمي يمكن بنهتم بنظم إدارة التعلم، وإن إحنا نكون ككلية أو جامعة عندنا نظام إدارة تعلم كويس أقدر إن أنا أستفيد منه وأقدر إن أنا أشتغل عليه بشكل يكون يلبي كل احتياجاتي. مهم كمان ان انا وانا بشتغل على الـ LMS ده ان هو يكون لي رولز مختلفة. انا كأستاذ ليا الرول بتاعي بالفيتشرز اللي انا ممكن استفيد منها اللي هتحقق لي متطلباتي كعضو هيئة تدريس. كمان الطالب بتاعي دي رول مختلف يقدر ان هو يدخل ويمارس الكورس بتاعه ويؤدي الاكتيفيتيز المطلوبة منه بشكل سهل متدرب عليه كويس. لما هستضيف رجل من رجال الصناعة أو هيشتغل معايا في كورس من الكورسز، هيدرس حتى جزء من الكورسز بتاعتي، ده محتاج إن هو يكون برضو ليه الرول بتاعه ويقدر إن هو يأدي الوظيفة أو الدور اللي هو داخل يساعدني فيه بأكمل وجه. فبالتالي الـ LMS ده هو خلاص هو زيه زي لما بنحنا نكون مهتمين إن أنا يكون عندي مدرج فاضي عشان المحاضرة تشتغل، مهتم ان انا الطلبه بتوعي عندهم محاضره فلازم يكون في المعمل او اللاب. طب المعمل او اللاب مش موجودين، خلاص يبقى لازم يكون في حلول بديله، لازم يكون في حلول تسهل عمليه العمليه التعليميه عموما. انا كعضو هيئه تدريس لما هاجي ادي تريننج للعاملين في شركه من الشركات، انا مش بالضروره الناس دي تجي لي لحد باب الكليه في المدرج عشان تاخد المعلومه او المعرفه، لا خالص، وجود بلاتفورم ممكن ان احنا نتقابل عليها وياخدوا كل التريننج او المعلومات اللي هم هيحتاجوها او حسب طبعا الكورس هيشتغل على ايه. ده خلاص ده شيء مهم وده شيء اساسي. هستعرض مع حضراتكم مجموعه من ال ام اس اللي هم تقريبا كانوا بيشتغلوا في الجزئيه دي بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره.
اول ال ام اس اللي هو اسمه تفوتي ال ام اس. ال ام اس ده بيشتغل او بيخدم كتير من القطاعات، منها المجال بتاع الصناعه والهاير اديوكيشن والبرمجيات، وكمان بيقدم خدمات استشاريه. ال ام اس ده لما حضراتكم تبداوا تدخلوا عليه زي ما احنا شايفين يمكن صوره كده، هو الانترفيس بتاعته سهله جدا، الرولز اللي احنا بناخدها سهله جدا وبسهوله. انا كادمن للكورس ده ممكن ان انا ادخل رجل من رجال الصناعه مثلا، او حد هيساعدني في الكورس ده، او حد هيدخل يلقي حاجه في الكورس ده، او هيشتغل على جزء ده، بيتم بسهوله. كمان هو بيوفر اشكال كتيره جدا او انواع كتيره من التقييمات اللي انا ممكن اعملها للطلبه بتوعي او المتدربين اللي انا بدربهم، وبيوفر فرص جيده للتفاعل ما بين المتدربين او الطلاب مع بعض، وكمان بيوفر جيمفيكيشن اليمنتس ممكن استخدمها في الكورس بتاعي. من الفيتشرز المهمه جدا او الكويسه جدا للال ام اس ده، ان هو زي ما احنا ما قلنا ان هو سهل الدخول عليه، وسهل ان انا اشوف الايكونز، وسهل ان انا اتحرك جوه الال ام اس. كمان هو بيساعدني ان انا، او في امكانيه ان انا اعمل انتجريشن لبعض من التولز زي زوم وورك داي. كمان هو بيوفر لي اكتر او حوالي 30 ألف تمبلت ممكن استخدمهم وانا بكرييت الكورس بتاعي. فهو من اكثر ال ام اس اللي استخدمت في الفتره الاخيره في الدمج ما بين القطاعات الصناعيه والاكاديمي. ال ام اس الثانيه اللي هنتكلم عليها اللي هي اسمها الكورس فاينلز، وال ام اس دي مختلفه شويه لانها بتساعدني ان انا اعمل اونلاين كورس، وفي نفس الوقت بتساعدني ان انا اسوق للكورس ده. يعني مش بس بقى هحط كورس او هشتغل على كورس بس، لا ده انا كمان ازاي هسوق للكورس بتاعي ده. هي بتوفر اشكال تمبلتس كتيره جدا ممكن تكون مناسبه لتخصصاتنا المختلفه، وسهله جدا في الاستخدام، وبتوفر ادوات متقدمه جدا لان احنا ازاي نعمل ماركتنج للكورس بتاعي بعد ما انا اعمله. هي كمان بتفعل لي بتساعدني في ان انا طبعا اتفاعل مع الطلاب، والطلبه بتوعي يتفاعلوا على الكورس ده، وبتقدم لي اناليسيس كامل للاداء بتاع الطالب بتاعي او المتدرب بتاعي على الكورس، وكمان بتديله شهاده في الاخر. هي كمان بتمتثل لقانون حمايه البيانات العامه، وبتوفر لي ادوار مختلفه نقدر ان احنا ندخل بيها على الكورس ده ونشتغل من خلالها. كمان الميزه في ال ام اس ده ان هو بيوفر تريننج فور فري، لان انت ازاي تنشئ الكورس بتاعك، وان انت كمان ازاي تعمل له ماركتنج. يعني هو كمان بيدربني على ده، مش بس بيتيح لي التولز وخلاص، لا ده هو كمان بيدربني على ان انا ازاي اعمل كورس اونلاين جيد جدا، وازاي كمان اعمل ماركتنج للكورس ده بشكل كويس. من الفيتشرز بتاعت ال ام اس ده ان انا طبعا ببقى سهل ان انا اعمل زي ما قلنا الفيديوز، واعمل كرييت الكورس نفسه والاساينمنتس والكويزز، وكمان هو بيتيح لي ان انا اعمل ايميل اوتوميشن، واعمل انتجريت لي وبعمل انتجريت للميجر بيمنت سيستمز. كمان هو الانترفيس بتاعته بتسبورت 17 لغه، يعني 17 لغه مختلفه ممكن ان احنا نستخدمها، والانترفيس كلها بتتغير، وكل الايكونز بتبقى معايا حسب اللغه اللي انا بختارها، ومن ضمنهم اللغه العربيه. كمان هو بيوفر لي عدد كبير من التمبلتس ان انا ممكن استخدمها في انشاء الكورس بتاعي، وتكون ريليتد للمجال او التخصص اللي انا شغال فيه. ال ام اس الثالثه اللي هنتكلم عليها والاخيره هي ثينكي ال ام اس. والحقيقه ان انا حبيت اتكلم على ثينكي ال ام اس مش لانها اكتر ال ام اس بتستخدم، او القطاع الصناعي والقطاع الاكاديمي بيتقابل فيها. يمكن ثينكي ال ام اس لسه بقالها فتره يعني قريبه بدات يشتغل عليها فريق عمل كبير، ويبدا ان هو يطور من الفيتشرز بتاعتها. ولكن هي انا شايفه ان هي ليها مميزات كبيره. اول حاجه ان هي
طبعا المجلس الاعلى للجامعات بيدعمها لكل الكليات او الجامعات اللي ما عندهاش ال ام اس، فهي بتشتغل على ثينك ال ام اس، وفي نفس الوقت هي بنك المعرفه المصري بيدعمها بكم بقى الابحاث اللي احنا بنشوفها على بنك المعرفه والمجلات والكورسز اللي بيقدمها بنك المعرفه. فانا شايفه ان ده سبورت كبير جدا لان ال ام اس ده يبقى يتطور ويبقى افضل. والحقيقه احنا قمنا بتدريبات يمكن من فتره على ثينكي في كل الكليات ودربنا عليه وازاي ان احنا نستخدمه. والحقيقه ان الفريق العمل اللي كان شغال معانا كان دايما بيبقى حريص ان هو يكتب الكومنتس اللي احنا كنا بنقولها على التعديلات اللي على البلاتفورم، وفعلا تم تطوير جزء كبير جدا من الكومنتس دي، واعتقد ان هي يعني تلبي احتياجاتنا وتساعدنا في ان احنا ممكن نشتغل عليها بشكل بروفيشنال اكتر. من مميزاتها طبعا هي فيها نفس المميزات اللي موجوده في اي ال ام اس، ان انا زي كرييت الكورس وكل الاكتيفيتيز اللي انا ممكن احتاج ان انا اعملها وارفع الريسورسز. كمان هي بتساعدني ان انا اقدر ازاي اربط الكونتنت بتاع الكورس بتاعي بالاي ال اوز والاوتكمز بتاعت الكورس بتاعي، وازاي اعمل بوكينج للايفنت سواء كان الايفنت ده هيبقى فيرتشوال او حتى لو هيبقى فيس تو فيس، والمكان بتاعه واحط كل الديتيلز بتاعته لو هو هيكون فيس تو فيس او فيرتشوال. كمان هي فيها ميزه وانا شايفه ان دي ميزه كويسه جدا من وجهه نظري، ان هي ممكن تعمل انتجريشن للتولز الخاصه بجوجل واوفيس 365. وحضراتكم طبعا عارفين ان الجوجل اوفيس 365 دايما ابديتد ودايما بتعمل ابديت للتولز بتاعتها بشكل سريع جدا جدا جدا. يعني النهارده انا بدخل على تول ممكن بعد اسبوع ادخل الاقي التول اتضاف فيها حاجه جديده، فان احنا نقدر نضيف ده اكيد هيبقى مميز. كمان التكلفه بتاعتها بتكون قليله. الحقيقه ان التطوير او سوق العمل بقى، بما اننا بنتكلم على الصناعه وسوق العمل، فانا مش هنسى ال ام اس ونظم اداره التعلم وازاي السوق بقى بيشتغل على ان هو يطور السوفت وير بتاع ال ام اس ده. في احصائيه ان في سنه 2023 كان حجم الاستثمارات او الماركتنج يعني في ان احنا نطور السوفت وير بتاع ال ام اس كان 18.26 مليار دولار، وفي 2030 متوقع ان هو يوصل ل 47.47 مليار دولار. فاعتقد ان ده رقم بيقول لنا ان الناس كلها دلوقتي بتهتم بان هي تطور ال ام اس، عشان هو ده الاداه، هو ده الطريق، هو ده الجسر اللي هيساعدنا ان احنا نعمل حاجات كتيره جدا وتعاونات كتيره جدا. استخدام ال ام اس مش بس بستخدمه في الكليات او في الجامعات، لا ده هو في منظمات وشركات بتستخدم ال ام اس ده بشكل يعني على مساحه واسعه وكبيره. لان في احصائيه ان في 2020 في 2020 كان حجم استخدام المنظمات والشركات للال ام اس في تدريب وتعليم الموظفين بتوعها وصل ل 70% عن سنه 2019 كان 53%. وطبعا احنا عارفين ان في الفتره دي كان الكوفيد طبعا والظروف اللي مرينا بيها، وهنقول يعني خلينا اقول ان لو كان في ميزه للكوفيد هتبقى ميزه ان احنا التكنولوجيا بدانا نقلفها، نألف استخداماتها. كمان في المجال الصناعي 76% من الموظفين دايما بيفضلوا ان هم يتمرنوا او يشتغلوا في شركه بتوفر لهم تدريبات بشكل منتظم. اذا التدريب والتعليم ده شغال بشكل مستمر، واعتقد ان ده طريق من الطرق اللي احنا ممكن كمان كقطاع اكاديمي نتعاون فيها مع القطاع الصناعي. كمان الموبايل ليرنينج اصبح استخداماته بشكل كبير جدا، يعني دايما الطالب او الموظف بيفضل ال ام اس اللي ليها اب على الموبايل وسهل ان هو يستخدمها وسهل ان هو يتعلم في اي وقت او في اي مكان. وكانت الاستخدامات للسمارت فون من 2019 ل 2023 في تزايد، وفي 2023 وصلت ل 6.89 مليار مستخدم للموبايل ليرنينج في العملية التعليمية. فطبعا ده رقم كبير جدا، ومش يمكن بيصحح بعض
من المفهوم ان احنا كنا بنستخدم الاي ليرنينج او سوري مش خليني ما اقولش الاي ليرنينج خليني اقول الال ام اس او ان انا استخدم التعلم في البيئات الفيرتشوال بس في وقت الكوفيد. لا ده هو الاعداد في تزايد والاستخدامات في تزايد. الجزء الثاني وهو خاص بالبروجكتس والورك سبيسز اللي هي هتساعدني في ان انا اشتغل على البروجكت. البروجكتس مع الطلبه بتوعنا خرج من منظور ان انا بس بطلب من الطالب يعمل بروجكت عشان يتخرج او بطلب من الطالب بتاعي يعمل بروجكت عشان ياخد درجه اعمال السنه. لا الموضوع بقى ابعد من كده. الموضوع بقى ان الطالب بتاعي بقى بيعمل بروجكت عشان خاطر البروجكت ده يكون النواة أو الفيرست ستيب بتاعت المنتج اللي هو هيكون بينتجه أو الشركة اللي هو هيكون بيشتغل فيها أو رئيسها أو العمل اللي هو هيقوم بيه. فالورك سبيسز في كتير جدا من الورك سبيسز مخصصة للجزء بتاع البروجكت وبتوفر تمبلت سهلة في عملية البروجكت. منها اكتر الـ واشهر الورك سبيسز مونداي وسمارت تاسك وكليك اب ومايكروسوفت لوب اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله في الجزء الثاني من السيشن. انا هحاول اسرع شويه لان في جزء تطبيقي. الحقيقه ان احنا عايزين نركز مع الطلبه بتوعنا على حته التعاون في المشاريع البحثيه ونساعدهم ان هم يشتركوا معانا، نوفر لهم برامج للتدريب بتتيح ان انا الخبره النظريه يطبقها في سوق العمل، اعمل بروجكتس بالشراكه مع القطاع الصناعي واشرك الطلبه بتوعي معاه، اعمل منترنج واعمل جايدنس بروجرامز برامج للتوجيه والارشاد للطلبه بتوعي مكونه مني كاستاذ اكاديمي او كمجموعه اساتذه ورجال الصناعه عشان ننمي المهارات القياديه للطلاب والانتربرينورشيب والرواد الاعمال وازاي الطالب بتاعي يكون رائد اعمال وحاضنات الاعمال، وده الجزء اللي هو شغال بشكل كبير جدا وفي اهتمام بيه في الفتره الاخيره بشكل كبير. الكيس ستاديز اللي يمكن كانت اكتر ناجحه في الفتره الاخيره وهو كانت شركه جينيتكس، وشركه جينيتك دي هي شركه معنيه بمجال التكنولوجيا واكتشاف وتطوير الادويه للاشخاص اللي هم بيعانوا من امراض خطيره. عملت تعاون مع جامعه كاليفورنيا في سان فرانسيسكو عن ازاي ان هم يكتشفوا ادويه للاعصاب، وعمل التعاون مع جامعة كاليفورنيا عن ان هم بيستحدثوا تريتمنت جديد لمرضى الكانسر. كمان فريق جوجل ديب مايند عمل شراكة مع الشركة مع جامعة اكسفورد في ان هم يدعموا الاي اي والماشين ليرنينج ريسيرش في جامعة اكسفورد وازاي ان هم وفروا تدريب للطلاب مجموعة من المحاضرات والسلاسل ورش العمل اللي هم بيتبادلوا فيها المعرفة والخبرة. كمان في القطاع العربي كان في تعاون ما بين شركات زي شركة رامكو السعودية مع الجامعة، وأيضا خصصت لجامعة الملك عبد الله حوالي 100 مليار دولار في تطوير البحث والابتكار في الجامعة، وأيضا مدينة الملك عبد العزيز تعاونت مع جامعة الملك سعود في دعم البحث العلمي في الجامعة، وكثير من الشراكات اللي تمت فعلا بتوضح قد ايه التعاون مع الصناعه بقى شيء مهم. كمان احنا عندنا في هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات بتوفر مشاريع دي بيكون فيها تعاون مع الصناعه ومع الجامعات، وبتوفر اكتر من كول ممول بتشترط فيه ان اهم حاجه ان تكون الجامعه مصريه ويكون الشريك الصناعي مصري، وده اللينك بتاعها حضراتكم تقدروا تدخلوا عليه وتشوفوا كل المشروعات اللي انتم ممكن تقدموا فيها او الطلبه بتوعكم يدخلوا فيها.
كمان هي بتقدم مشروعات خصيصا لخريجي كليات الهندسة وعلوم الكمبيوتر. مش الخريج هو المسجل بالفرقة الرابعة في الكليات دي، يقدر ان هو يدخل، وبتدعمه بمشروع التخرج وتموله له بقيمة تصل الى 30,000 جنيه مصري. المهم ان هو يكون مسجل في جامعة او معهد مصري، وده اللينك بتاعها برضو حضراتكم تقدروا تدخلوا عليها وتشوفوا المشاريع اللي ممكن الطلبة بتوعكم يشتغلوا فيها مع بعض. كمان في منصة أو بلاتفورم اسمها ديمولا. البلاتفورم دي هي موجودة في هي بيت بت بترعاها شركة في فنلندا، بتهتم بأن هي تجمع ما بين الوسط الأكاديمي والشركات والطلاب، وبتوفر بروجيكتس ممكن الطلبة يدخلوا فيها. يعني أنا كطالب أو مجموعة طلاب عندنا فكرة معينة، بنبدأ ندخل ونكتب الفكرة بتاعتنا، وهي بتدرس الفكرة وبترشح لي أو بتجيب لي الشركة اللي ممكن تشتغل معايا، ونبدأ إن إحنا نطبق المشروع بتاعنا. أنا كطالب أو كرجل صناعة أو أكاديمي، ممكن إن أنا أدخل هلاقي مجموعة من المشروعات اللي أنا ممكن أشتغل فيها معاهم، وببدأ إن أنا أختار المشاريع اللي أنا ممكن أشتغل فيها، ويبقى هم حاطين المشروعات كلها موجودة. مجرد ما بندخل وبنعمل اكونت على البروفايل، يعني بنعمل اكونت على البلاتفورم، بيبدأ ان هو يشوف ايه الحاجات اللي انا بهتم بيها ويرشح لي مشاريع، واقدر انا كمان اتعرف على كل المشروعات القائمة واختار منها المشروع. وهل انا هي موجودة في 18 دولة، انا بختار لو انا هشتغل اونلاين او هشتغل معاهم حاجة يعني فيس تو فيس او كده، وبترشح لي المشروعات اللي انا ممكن اقدر اشتغل فيها تكون ريليتد للحاجات اللي انا اوريدي او المجال التخصص بتاعي. وده برضو اللينكس بتاعتهم، ممكن حضراتكم تقدروا تدخلوا عليها وتشوفوا ايه المشروعات اللي ممكن في تخصصاتكم تشتغلوا فيها مع الشركات او الطلاب بتوعكم كمان يقدروا يشتغلوا فيها. انا يمكن اخدت وقت كتير، بس هحاول يعني استعرض مايكروسوفت لوب في الجزء ده. الحقيقه ان مايكروسوفت لوب زي ما احنا ما قلنا هو من التولز اللي موجوده في مايكروسوفت، والميزه ليها ان احنا كاكاديميين عندنا ايميل اكاديمي بسهوله جدا بنقدر ان احنا ناكسس عليها ونشتغل عليها. هنجيبها منين؟ طبعا لما بنفتح مايكروسوفت عموما الميل الاكاديمي بتاعنا بيبين لنا الابس اللي احنا ممكن نستخدمها. لو حضراتكم اول مره هتستخدموها، من الدوتس دي هنبدا نكليك عليها وهنلاقيها موجوده. لو ما لقيناهاش هنا هنلاقيها في مور ابس، وهنبدا ان احنا نكليك عليها. مجرد ما هكليك عليها هتفتح معايا الشاشه دي. لما هنفتح زي ما قلنا الاول مره هنلاقي ان الشاشه دي فاضيه. طيب هي زي ما قلنا التول دي بتوفر لي ورك سبيس اقدر ان انا اشتغل بيها مع الطلبه بتوعي. يعني هنشوف دلوقتي الايتيمز اللي احنا ممكن نستفيد بيها وبسهوله جدا نقدر نشتغل فيها مع الطلبه، او حتى الطلبه نفسهم يشتغلوا مع بعض، او احنا كمع الصناعه نشتغل عليها. لو حضراتكم شايفين علامه البلاس دي هنبدا نكليك عليها عشان نكرييت نيو ورك سبيس نبدا ان احنا نشتغل عليها. هنسمي الورك سبيس دي اسم، هنديها اسم. انا مثلا هسميها بروجكت مثلا، ايه مثلا بلس اي مثلا. طبعا في البدايه هنا بيقولي لو انت عايز اوريدي تدخل اعضاء معاك من البدايه اوكي، مش عايز خلاص، فانا هسيب الخطوه دي اعملها سكيب دلوقتي وهكليك على كونتينيو عشان ابدا ان انا ادخل. اول ما بيدخل معايا هو هنا في الايكون في المكان اللي بيعمل لودنج ده بيقول بيوريني كل الدوكيومنتس اللي معمول لها شيرنج. مش عارفه ليه هو ما لقاهاش، بس هو هنا عموما بيعمل بيبين لي كل الدوكيومنتس ان انا معمول لها شيرنج معايا، وممكن انا ادخلها معايا في الورك سبيس، وممكن اعمل سكيب للجزئيه دي واعملها عليه اشتغل عليها لما اكريت الورك سبيس. فانا هكريت الورك سبيس، هيفتح معايا الانترفيس دي. لو جيتوا حضراتكم بصيتوا هنا ده كانها ورك سبيس هنبدا ان احنا نشتغل عليها. الاول بيقول لي اختار طبعا كفر بيج لي للورك سبيس دي، فانا مثلا هختار دي. هيقول لي لو انت عايز تضيف ايكون، فمثلا انا هختار الايكون دي.
واي حاجه من دول ممكن اعملها وممكن ما اعملهاش. طب اول حاجه، اول بيدج انا هعملها مثلا للبروجكت هسميها مثلا بروجكت اوت لاين. عشان نبدا ان احنا نحط الاوت لاين بتاعه البروجكت بتاعنا. ده كده اسم البيج دي. مجرد ما باجي اقف هنا بيطلع لي تو ايكونز بختار منهم مجموعه من الفيتشرز اللي بشتغل عليها. لو انا عملت كليك على تو انسيرت دي، بصوا حضراتكم هنلاقي بيفتح معايا انا لو عايز اعمل تشيك ليست، انا لو عايز اعمل تيبل، انا لو عايز اعمل تاسك تيبل، انا مجموعه كبيره جدا من الديزاينز اللي اوريدي جاهزه. مجرد ما انا بختارها بتبدا تبقى موجوده عندي. زي مثلا انا هعمل تاسك ليست، هيبدا يفتح معايا التاسك ليست وهيقول لي ايه اسم التاسكس اللي انت هتبدا تشتغل عليها، عمل لي الديزاين من خطوه واحده. زي مثلا انا هنا هقول ان انا هبدا اوزع الشغل، فهقول هنا ايه حد هيكتب مثلا الابستراكت، مثلا حد تاني هيكتب مثلا الانترو. لو عايز اضيف تاسك جديد هبدا اكليك عليها، زي مثلا حد هيكتب الميثودز وهكذا بقى. حسب ما انا الحاجات اللي انا هشتغل اوريدي ايه عليها. ممكن اعمل ساين يعني اشير لحد هو اللي هيكتب الجزء ده. زي مثلا انا هشير للميل ده ان هو اللي هيشتغل الجزء ده. يبقى هو لما هيجي يدخل هيعرف ان الجزء ده مطلوب منه، او ان انا هسيبه والناس هي اللي هتبدا تدخل وتكتب مين هياخد ايه من الاجزاء اللي احنا اشتغلنا عليه. اي ايكون من دول انا ممكن احط ديت مثلا لالتهاء الشغل ده مثلا. زي مثلا هحط هنا ده التاريخ. بمنتهى البساطه والسهوله والسلاسه احنا بنبدا نختار الايكونز ونكتبها. طيب دي حاجه. ايه الحاجه الثانيه اللي احنا ممكن نضيفها كمان؟ ممكن ان انا هنا اعمل مثلا انا عندي فريق كبير وعايزه اعمل فوتنج على حاجه احنا شغالين فيها مع بعض، فهكليك على فوتنج تيبل هيبدا يفتح معايا التيبل، عمل لي الديزاين بتاع الفوتنج تيبل. طيب سي احنا عايزين نعمل الفوتنج ده مثلا للميتنج بتاعنا اللي جاي مثلا، اور نيكست ميتنج. طيب انا عايزاهم يختاروا ميعاد الميتنج اللي جاي، فانا هختار ده وفقا للتواريخ. هاجي على اديت وهبدا اختار مثلا نرشحه يوم 29 مثلا، واختار تاريخ تاني 31 مثلا، وهكذا بقى لو انا عايز ازود. طيب انا عايز الفوتنج ده في اكتر من طريقه. انا ممكن اودي الفوتنج ده هو ده بس اللي يروح للناس ويبداوا يعملوا فوتنج عليه. يعني مثلا انا هعمل ميتنج، الميتنج ده هيدخل معايا فيه ناس جيست وهم مش معايا في المشروع، فانا مش محتاج ان انا اضيفهم يشوفوا كل حاجه في المشروع، احنا هنشوف ازاي مع بعض نضيف كل الناس. طيب اقدر اعمل شيرنج لاي جزء من دول لوحدهم؟ اقدر اعمل شيرنج لاي جزء من دول لوحدهم. ازاي؟ شايفين حضراتكم الثري الدوتس دي؟ هنبدا نعمل نكليك عليها وهعمل كرييت لوب كومبوننت. هيبدا هنا كرييت لوب كومبوننت، هيبدا يعمل زي هيظلل كده المكان اللي انت اوريدي عايز تبعته للاشخاص. هكليك على الاكسس ده عشان ادي الاكسس لمين. هيبدا يفتح معايا ان انا هاخد كوبي لللينك. طب انا عايز الناس دي تشوف ولا عايز الناس دي تاديت؟ زي مثلا هخليهم يأديت. طيب هاخد كوبي لللينك زي ما بناخد بقى كوبي لاي لينك عشان خاطر ان احنا نبعته لحد لو هيشتغل معانا في حاجه. على هكليك على ابلاي كده بقى معايا اللينك. هروح بقى في مثلا في الميل، لو انا عايز ابعت ده عن طريق الميل. انا ده بوريه لحضراتكم عشان لو احنا عايزين نبعت حاجه واحده معينه بس، مش عايز كل الورك سبيس الناس تشوفها.
هكليك على الميل اللي انا عايز ابعت له الجزئيه دي عشان يعمل فوتنج معايا، وهكليك بيست. انا ده ميل ممكن اوريه لحضراتكم، وهسمي مثلا السبجكت ده اي حاجه، هسميه مثلا اي راح حاجه عشان خاطر ابدا اعمل سند لي السبجكت. هقول له سند، هيبدا هو المفروض دلوقتي يبعت لي ايميل على الميل الثاني بان انا اقدر اعمل فوتنج في الجزء ده. ده الايميل الثاني، اهو بصوا حضراتكم ده ايميل ثاني انا اوريدي فتحته. انا بصوا حضراتكم ده الميل اهو اللي جالي الساعه 8 دلوقتي، اللي هو طبعا في فرق ساعه، هو المفروض ده اللي هو ب 22. لما انا هو بيقول لي انيبل ليه، خليني ارجع ثاني، خليني ارجع للاصلي. خلي كان ايديت. اوكي ابلاي. هروح ان انا ابعت له ميل تاني. انا بس مجرد ما اخده كوبي اند بيست اللينك هو بيروح بيتحط على طول زي ما احنا بنبعت اي لينك. هختار الميل ده هسميه بقى ايه 3 3 مثلا، وهعمل له وبيقول لي الكومبوننت ميسنج اكسس تو. ثانيه واحده، طيب خليني ارجع تاني ونحاول ان احنا نشيرنج ال البيج كلها. سي انا هعمل شيرنج للبيج دي كلها، هعمل كوبي من هنا، هعمل سيتنج، وهعمل كان اديت وابلاي. كده انا اخدته، هروح ابعته في الميل. ادي ليد ده، اعمل واحد جديد وهكليك الميل، هعمل سند اهو كده وصل لايميل، هفتحه، هبدا ان انا اكسبت ان انا عايز ادخل. هرجع بقى للميل الاصلي عشان اقبل ان الشخص ده يبدا ان هو يدخل معايا. المفروض ان هو يظهر هنا. انا مش عارفه ليه ان انا ابعت يا مشكله، بس خليني اجرب كده تاني. الميل بتاعي الاصلي اللي انا اوريدي شغال عليه هحطه هنا بيست، وهبدا ادخل الميل ده. وهنا بيقول لي بروجكت اوت، ثانيه واحده. ممكن عشان انا ضفته ما عملتلوش اوريدي، خليني اشيل ده، خليني اعمل له شير من البدايه. اخد كوبي كده وهروح احطه في الاوتلوك. كده وصل ميل للميل التاني، هكليك عليه
هيقول لي، هقول له اوكي كده. انا دخلت الورك سبيس دي اللي انا عملت له اوريدي شيرنج فيها. خليني ارجع بقى للميل الاصلي، نعمل لودينج تاني. المفروض انه هنا يبين لي ان في شخص تاني اوريدي دخل. طيب انا مش هقف عليها كتير، خليني ارجع. ممكن يكون الانترنت او حاجة مؤخر ان يجي لي مسج ان انا اكسبت الشخص ده، فخلينا نشوف بقية الحاجات اللي احنا ممكن نستفيد منها. ده كده مثلا لو حضراتكم شفتوا احنا عملنا اكتر من حاجة على الورك سبيس دي. طب انا عايزاه يعمل لي تيبل اوف كونتنت لكل الاجزاء دي بدون ما انا ابدا ان انا اكتبها. لما هاجي اختار هنا تيبل اوف كونتنت، هيبدا ان هو يعمل لي تو انسيرت. مش شايفه الاي اهو، تيبل اوف كونتنت. هبدا اكليك عليها، هيقول لي ان انت عملت تاسكس، فبدا يحطها لي وهكذا بقى لو انا اشتغلت على اكتر من حاجه. طيب الحاجه الثانيه، لو انا سي مثلا عايزه اضيف بيج جديده اشتغل عليها، من نيو بيج هنا هيبدأ يفتح لي بيج جديدة، وهختار لها برضو كفر اشتغل عليه وهحط له وهحطه. وكمان هنا بقى التمبلتس اللي احنا ممكن نستخدمها. طب انا عايز اعمل ميتنج نوتس، مجرد ما كليك على يوز التمبلت ده هيبدأ ينزل لي، ومجرد ان انا بس حاملة فيه الحاجة اللي هو انا عايز احطها جوه الميتنج نوتس. كمان في لو انا عايز اعمل تيم ديسكشن، مكان الديسكشن فيه، مجرد ما بكليك عليها برضو بتبدأ ان هي تبقى موجودة عندي، وابدأ ان انا مجرد اكتب بس فيها واشتغل عليها. دي من الحاجات برضو اللي هو بيوفر تمبلتس كتيرة ممكن ان احنا نستفيد منها. لو انا عايز اعمل مكان احط فيه الافكار بتاعتي وبعد كده اسكن ده في اكتر من ورك سبيس، من ايدياز هنا هعمل كليك عليها، هيبدأ يفتح معايا بيج جديدة، هختار ليها كفر وهسميها مثلا ايدياز، او انا مثلا هنا عايز الناس تبدا ان هي تختار اللوجو بتاع الشركه بتاعتي، فهسمي ده ايدياز او بتاع البروجكت اللي شغالين عليه يعني. وهقول له هنا مثلا هنحط مثلا صوره، كمان بيتيح ان انا احط صور او اي فايل بس يكون معمول له شيرنج. زي مثلا احط صوره هنا للوجو معين، هخلي الافراد ان هم يقدروا يختاروا معايا اللوجو ده، وهبدا اكتب مثلا تحتيه مثلا give me your feedback about this logo مثلا، يعني اي حاجه طبعا حضراتكم تحبوا تكتبوها. feedback مثلا وهكذا، وهكليك انتر. كده انا ده كل الناس اللي في الورك سبيس هيقدروا ان هم ايه يشوفوه، او ان هم يقدروا يكومنت، يقدروا ان هم يدخلوا يعملوا كومنت على الحاجه دي، يقدروا ان هم يبعتوا اموشن، يقدروا ان هم يعملوا كل الفيتشرز اللي احنا بنعملها في الكتابات العاديه. طيب لو انا سي في حاجه بقى ميزه كويسه جدا في الورك سبيس دي، سي انا وانا شغال على ده جيت بالغلط كده ورحت ماسحه الصوره دي او مسحت اي حاجه، هل ممكن ارجع الحاجه اللي اتمسحت دي؟ احنا عارفين طبعا اي حاجه بنشتغل عليها اونلاين هي بتسيفنج اوتوماتيك، ولو مسحت حاجه بيبقى صعب ان انا ارجعها. فسي مثلا انا عايز ارجع الصوره اللي رجعت دي، هل في طريقه؟ لو جيت عملت كليك على الثري دوت دول هلاقي في حاجه اسمها هيستوري، فيرجن هيستوري.
هعمل كليك عليه هيقول لي كل حاجة حصلت على السبيس دي ايه هي، ولو انا عايزة ارجعها هعمل كليك مثلا على دي، على الاخر حاجة احنا اشتغلناها بما ان دي اخر حاجة حطيناها الصورة، وهقول له ريستور. المفروض ان هو كونفيرم يرجع لي الصورة دي مكانها. بص حضراتكم الصورة اهي رجعت تاني مكانها. فاذا ان انا لو مسحت حاجة بالغلط او كتبت حاجة ومحتاج ان انا امسحها، ده بسهولة جدا ممكن ان هو ارجع الحاجة دي. طبعا الشيرنج اللي انا معلش مش عارفة، ممكن الانترنت كونكشن او حاجة هي اللي منع الشيرنج. انا اقدر اعمل اللينك ده شير للاعضاء اللي شغالين معايا وهم هيشوفوا الصفحة دي، بس من خلال ان انا هعمل شيرنج او اختار بيج لينك، او ان انا عايز احط الايمج الايدياز دي في ورك سبيس من الورك سبيسز اللي انا شغال عليه. هكليك على ات ورك سبيس وهختار اول واحده اللي احنا اوريدي شغالين عليها مع بعض. لما نرجع بقى تاني هنا للورك سبيسز، لو دخلت عليها تاني هلاقي اهي الايدياز موجوده والكلام اللي احنا كتبناه موجود. ممكن اعمل شيرنج لكل جزئيه من الاجزاء، وممكن اعمل شير لكل الورك سبيسز للاشخاص ان هم يقدروا يدخلوا ويقدروا يعملوا اديتنج عليها. من هنا هختار ورك سبيس واخد كوبي زي ما بنبعت اي لينك اهو. بص حضراتكم الاكسبت جه اهو الحمد لله. زي ما بنعمل اي لينك بنبعته زي جوجل دوك وغيره لما بنيجي نشتغل فيه مع بعض، نفس الفكره بالظبط كده. انا عملت اكسبت لي الميل ده ان هو هيبدا يدخل معايا ويشوف كل حاجه. لو انا نقلت مع حضراتكم كده على الميل التاني اهو، هلاقي ده سمع اوريدي بقى موجود عندي، انا ليا اكسس ان انا اشتغل عليه. كل حاجه اهي موجوده انا اوريدي اشتغلت عليها، هي هنا موجود. تعالوا بقى ندخل مع بعض على الجزء بتاع الفوتنج اللي احنا كنا عايزين نشوفه مع بعض. سي مثلا انا هنا هعمل فوتنج على ان احنا هناخد الميعاد ده. مجرد ما انا هعمل كليك على ده هو اوريدي هيسمع اوتوماتيك في المكان التاني وكلنا هنبقى كلنا شايفينه. لو انا اتنقلت هنا هلاقي ان الفوتنج ده تم، وان شخص اختار الميعاد ده اهو. هرجع بس للبروجكت اوت لاين اهو. بصوا حضراتكم جاي لي هنا ان الميل ده هو اختار الميعاد ده، وهكذا. يقدر برضو الميل ده يعمل كومنتس على اي حاجه ما دام انا عملت له شيرنج للمكان كله. معلش انا متاسفه لو بشرح بسرعه، بس انا بحاول ان انا التزم بالوقت، وانا خطيت فعلا الوقت 10 دقائق. بس اللي انا عايز اقوله ان التولز دي هي من التولز السهله جدا في الاستخدام، اللي بتوفر لي تمبلتس جاهزه نقدر ان احنا نشتغل عليها. انا مش محتاجه اديزاين اي تمبلت ممكن احتاجه او اي تيبل ممكن احتاجه في البروجكت. يعني بيوفر لي حاجات كتيره جدا، وطبعا اقدر اتايبنج واقدر اعمل اي حاجه من الحاجات اللي احنا اوريدي بنشتغلها. هو يبدو ان الانترنت كونكشن ضعيفه شويه، لان انا هو بقاله ساعه بيلودنج مع انه هو خلاص سمع ان هو ده عمل فوتنج. هستوب شيرنج الجزئيه دي وانا كده خلصت. انا اسفه طبعا للاطاله، واسفه لو كان في سرعه شويه في العرض، لان كنت بحاول اوصل لحضراتكم كل يعني ما يخص هذه الاداه. واتمنى ان انا اكون قدرت افيد حضراتكم ولو بجزء بسيط جدا، واتمنى ان حضراتكم تكونوا استمتعتوا بالورك شوب النهارده، وقدرت اضيف اي معلومه تساعد في عمليه التعاون، وازاي ان احنا ممكن نستخدم التكنولوجيا ونطوعها في التعامل ما بيننا وما بين القطاع الصناعي، ونسهل عمليه التعاون ده بشكل كويس. انا كده خلصت، وشكرا جزيلا، وانا مع حضراتكم لو في اي تساؤل انا موجود. شكرا جزيلا. شكرا دكتوره ساره. شكرا جدا دكتور سحر، وشكرا على السيشن الرائعه التطبيقيه الهادفه دي. يعني بجد دي احسن حاجه ان احنا نعمل حاجه نقدر نطبقها وتقدر توصلنا وتقدر تخلينا نستخدم كل المعلومات اللي احنا او اهميه الموضوع اللي احنا استفدنا بيه من طول السيشنز من البدايه لحد دلوقتي. فاحنا دلوقتي بقى نقدر ان احنا نطبقها بالتكنولوجي والابس والتولز اللي حضرتك شرحتيها. لكن احنا بصراحه مش هنقبل الاعتذار بتاع حضرتك، عشان هنكون محتاجين
سيشنز أطول، لأن بجد يعني الحاجات دي مهمة جدا إن احنا نقدر نطبقها. وزي ما حضرتك قلتي، يعني هو ده بيخلينا مش بس قادرين إن احنا نوصل نوصل الأكاديمية أو البحث العلمي اللي احنا بنعمله بالإندستري هنا في مصر بس، لا احنا كمان نقدر إن احنا نشتغل أو نتواصل معاهم في شركات مختلفة بره. وعايزة أقول لحضرتك إن معرفتنا بالتولز دي هتخلي إن الشركات بره مثلا لو بتعمل انترفيو مع شخصين مختلفين والاتنين تمام بالنسبة لهم في الجزء التكنيكال، فهيبدأوا يشوفوا مين اللي هيبقى أسهل إن هو يتواصل معاهم. وده حصلت معايا في جامعات بره، يعني كل مكان بيبقى ليه التولز بتاعته، فأنت لو مش عارف تكوب معاه وتتواصل معاه هو بيضطر إن هو يشوف حد تاني ويكون عارف التولز دي. فدي من الحاجات الكويسة جدا ان احنا نقدر ان احنا نعملها. ويعني بعد اذن حضرتك وبعد اذن الدكتورة غادة، طبعا احنا بندعو حضرتك ان تدي سيشن او تدريب للشركات المحتضنة في حاضنة الابتكارات بايلوت التابعة لجامعة اسكندرية وتحت ادارة دكتورة غادة الخياط، لان احنا عندنا بالفعل شركات محتضنة ومعاهم الأفكار بتاعتهم ومعاهم المنتج بتاعهم، وهم بادئين دلوقتي وإحنا بنديهم الفند، هم بادئين دلوقتي إن إحنا محتاجين إن إحنا نوصلهم للصناعة. فدي من الحاجات اللي فعلا هتقدر إن هي تخلي لهم إن تفتح لهم المجال شوية إن هم ينزلوا سوق العمل بشكل أسرع وأسهل من إن هم مثلا يروحوا للشركات بنفسهم أو كده. فبعد إذن حضرتك طبعا وبعد إذن دكتورة غادة، هيشرفنا جدا إن حضرتك تعملي لنا سيشنز تانية سواء خارج الحاضنة أو داخلها يعني. وممكن نبدأ ناخد الأسئلة لو في أي حد عنده أسئلة. الشرف لي يا دكتورة سارة. طبعا أنا على تم والله استقبالي. الشرف لينا يا دكتور، حضرتك عارفة ان احنا بنتلكك اصلا، احنا عايزينك في كل حاجة معانا. ربنا يخليك يا دكتورة سارة. هو فعلا التولز دي مهمة جدا واستخداماتها مهمة، وهي يعني بتوفر فعلا وقت وبتسرع عملية التواصل بشكل كبير، وإن احنا نكتسب الأداء عليها ده سهل جدا، مجرد بس ما احنا حد يحطنا على أول الطريق. الطلبة بتوعنا ما شاء الله عليهم شطار، يعني أشطر مننا كمان، بيقدروا يستخدموا الحاجات دي بشكل أسهل وأسرع. ده جميل كمان يا دكتور، عشان حضرتك كمان عرضتي اكتر من تول. فهو انا مثلا لو انا بشتغل حاجات كلها على مايكروسوفت فده هيكون اسهل بالنسبة لي، طب لو حد ما بيشتغلش اصلا مايكروسوفت فممكن ان هو يلاقي من التولز التانية. فكده حضرتك مش بس عرفتينا الحاجة دي ممكن نشتغل فيها ازاي، لا فتحت لنا الطرق كمان ان لو حد لقط او في ابليكيشن معين هو بيشتغل فيه لا يقدر ان هو يستخدمه بطريقة أخرى، يعني هيكون نفس المعلومة اللي هو أخدها أو نفس التكنيك اللي هو بيشتغل بيه يقدر إن هو يستخدمه في حاجات مختلفة كمان. بالظبط بالظبط. مساء الخير على حضراتكم جميعا. ألف شكر دكتورة سحر، وألف شكر دكتورة سارة على المودريشن. أنا الحقيقة بس عايزة يعني أعمل دعوة كده صغيرة، ويعني أقول بس كبسولتين صغننين. هو في الحقيقة دكتور ولاء، لو حضرتك دخلتي على صفحة الفيسبوك أديب دوت أليكسيو، حضرتك هتلاقي دايما يعني زي ما الدكتورة سارة قالت كده، وطبعا عندنا نفس أديب أليكسيو برضو، ده اسم اليوتيوب شانل. حضرتك هتلاقي بعد شوية كده المهندسة إسلام هتعلن عن البلاي ليست اللي فيه كل حاجة، يعني فيه كل السيشنز بتاعتنا. فده إن شاء الله يعني ندعوكم إن حضراتكم دايما تتابعوه. لو ما كنتوش عملتوا لايك للشانل، سبسكريبشن للشانل لحد دلوقتي، يا ريت الكلام ده يتم. ولو ما كنتوش عملتوا لايك بيج، عشان طبعا موضوع التسجيل ده بقاله 5 سنين زي ما الدكتورة سحر تفضلت وقالت. أنا بس حابة كمان في نفس السياق الدكتورة سحر
اتكلمت كتير على المشروعات الطلابيه، وبعد كده الدكتوره ساره جيت اتكلمت على الشركات المحتضنه في حضانه بايلوت وكذا. انا بس عايزه اقول لحضراتكم يعني يا ريت تتابعوا الصفحه، علشان احنا يوم 1 سبتمبر القادم عندنا مسابقه اقليميه حضانه بايلوت وجامعه اسكندريه بتنظمها في كليه الاعمال في الدور الثاني مبنى نور في قاعه المؤتمرات. يعني المسابقه دي بتضم 7 جامعات بيتنافسوا كلهم في مشروعات طلابيه رياديه، جزء منها طبعا احنا اللي عملنا له كوتشنج ودربنا الناس، وجزء منه طبعا من جامعات تانية وهكذا. ويشرفنا تواجد حضراتكم، وانا بستغل هذا يعني هذا الجمع الجميل عشان ادعوكم. طبعا لما دكتوره سحر اتكلمت ودكتوره ساره، ده طبعا ده لفت نظري ان ممكن طالب كان دخل على بلاتفورم زي ديمولا زي ما الدكتوره سحر قالت، ولقى تشالنج حقيقيه، مشكله حقيقيه في الصناعه، واشتغل على انه يطور منتج يحلها. الموضوع ده ممكن يخلق منه انتربرينور. فالبلاتفورمز اللي اتكلمنا فيها دي مهمه جدا. برضو لوب انا شايفه انها حاجه مهمه جدا لاداره المشروعات بوجه عام. كتير احنا بنشتغل على المشروع بتاعنا، عرضنا مشروعات كورسز وكذا، توزيع تاسكس بشكل مانيوال ومتابعه بشكل مانيوال وحاجات زي كده، او سام تايمز بنعملها ثرو ان اكسل شيت، بنطلب من الناس تعمل 360 ايفالويشن جريدنج او كذا. فانا شايفه وده احنا بنتكلم في مشروع داخل كورس، مشروع ريادي للطلاب، او مشروع بينفذ في الصناعه. انا شايفه ان ده تول طبعا ايه جيد جدا جدا. فحبيت استغل الفرصه ان انا اشكر الزميلات العزيزات، وان انا ادعو حضراتكم انكم تنورونا في كليه الاعمال الساعه 11 ان شاء الله يوم 1 سبتمبر لمسابقه جميله جدا جدا. وان شاء الله جامعه اسكندريه ويمكن طلابكم يكون لهم يعني دور كبير في ان هم يعني يكسبوا ويمثلونا. الشباب اللي هتكسب هتطلع على برنامج تلفزيوني اسمه جن زد، يمكن حضراتكم تابعتوه قبل كده. وان شاء الله تكون المتحده موجوده بتصور، وايفنت كبير يعني على مستوى الوزاره. فتشرفونا ان شاء الله وتنورونا. مش عايزه اخد من وقت الزملاء، بس حبيت ان انا يعني ادعوكم هذه الدعوه. ودايما احنا انتم مشرفينا يعني وسعداء بان احنا مع بعض في الانشطه دي. شكرا جزيلا. شكرا جدا دكتور غادة، وشكرا بجد لحضرتك لأن دايما مجمعانا في كل ما هو مفيد. ولو بجد يعني الفرصة مش بتجيلنا عشان نستفاد من خلال حضرتك، فيعني ده بيبقى أحسن وقت إن احنا نقدر نبقى فيه مع بعض ونقدر. وشكرا لدعوة الناس المتميزين جدا. شكرا دكتور سحر على السيشن الرائعة اللي زي ما وضحت ان يعني انا بحب الحاجات التطبيقيه جدا اللي هو عملي. يعني انا بشوف، انا قلت لك ايه المهم وقلت لك كمان ازاي تعمله، فكده خلاص ما عندناش حجه. فبنشكر حضراتكم جدا، وبنشكر حضرتك دكتور سحر على وقتك، وبنشكر دكتور غاده على المجهود بتاع حضرتك المستمر، وربنا يخليكي لينا. انا بس عايزه افكر حضراتكم ان احنا هي تبدو يعني تحضير سلسلة حلقات من دق الشماسي يبدو أمر سهل، بس هو مش سهل قوي الحقيقة. يعني بدءا من التصميم، مرورا بالتواصل مع الضيوف، تأمين المودريترز، تنظيم يعني فورمز التسجيل وفورم الشهادات والحاجات دي، ده شغل كتير على فكرة. بس أنا عايزة أقول حاجة مهمة جدا تخص التصميم تحديدا. عايزة أفكر حضراتكم إن إحنا ابتدينا بفكرة عموميات علاقة الجامعة بالصناعة، بعد كده اتكلمنا على يعني أنشطة معينة وأهميتها إنها بتربط الجامعة بالصناعة، زي مثلا البروجكت كأداة لربط الجامعة بالصناعة والسيرتيفيكيشنز and so on، graduation projects والسيرتيفيكيشنز برضو تعتبر في العموم كآليات. بعد كده اتكلمنا على حاجة مهمة جدا اللي هي يعني تعاون حقيقي في قطاعات معينة، واخترنا قطاع الفيشري أو الفيش اندستري وقطاع الاي سي تي. وكل ده كان بيحوي مقترحات لحضراتكم عشان حاجات تعملوها. النهاردة اتكلمنا على التكنولوجيا،
والمره الاخيره واحنا قصدنا في التصميم نسيبها الاخيره، احنا هنتكلم على برنامج تعليمي، يعني لائحه برنامج دراسي قائم وموجود في جامعه اسكندريه، بيعمل على زي ما بدأنا برضو ببرنامج قائم في جامعة اسكندرية، برنامج اللغات التطبيقية، بس يمكن برنامج كلية السياحة اللي هنتكلم عنه المرة الجاية هو في الصناعة، جدا في الصناعة قوي بشكل كبير. يعني هنشوف مع بعض تجربة قائمة على برنامج حقيقي very inspiring، فمش بس مقترحات كده بنقولها يعني لحضراتكم عشان تطبقوها، لا، ما هنشوف ما هو مطبق بالفعل، وإن شاء الله حضراتكم في كلياتكم تقدروا يعني تستلهموا منه أشياء ويكون يعني داعم ليكم في اتجاهات تطويرية بإذن الله. إحنا طولنا النهاردة، بشكركم شكرا جزيلا، وتصبحوا على ألف خير. اتفضلي دكتورة سارة لو في أي حاجة. اتفضلي. شكرا لحضراتكم جميعا، وإن شاء الله في انتظاركم يوم 28 مع السيشن الأخيرة، وفي انتظاركم يوم 1 سبتمبر بإذن الله في كلية الأعمال، ونشوفكم على خير إن شاء الله.